النهارده هنجرب مع بعض شيبس سول، شيبسي مصري. معانا طعم الليمون والكمون، وطعم ملح البحر، وطعم الساور كريم والاعشاب. تمام. وزن الكيس من 31 ل 41 جرام. ها، تحب تجرب ايه الاول؟ الملح. الكيس طبعا ايه، بصوا هو ده نص. يلا اتفضل. ايوه الشيبسية تخينة. طبعا طعم ملح عادي طبعا. كمان كنت عايز اقول ان الشيبسيات دي كلها كيتل كوكت. الليمون والكمون. هو تعليق بس ان الكيس فاضي يعتبر جدا يعني. بسم الله. طعم الكمون فيه باين اكتر من الليمون، بس طعم جديد وحلو. ده عايز تاكل جنب ايه ده؟ كشري. كشري ده تاكل جنب كشري يبقى زي الفل، بدل العيش التوست اللي بيجوا فيه عندهم ده. طعم ايه؟ ساور كريم واعشاب. اوكي جاهز؟ جاهز. اتفضل. صغنن. هو متقطع تقطيع كده غريبة. ده حلو. ده أكتر واحد حلو فيهم. البهارات فيها سنة تسكيرة كده. حلو. ايه رايك؟ حلوين. تقييمك كام؟ 10 من 10. 10 من 10. انت كل حاجه 10 من 10. ماشي. انا تقييمي ليهم يعني اقدر اقول 9 من 10 عشان بس الكميه، لكن كشيبسيه حلوه جدا. اكتر واحد حبيته ايه؟ الملح. الملح. ماشي. معلش يا جماعه معلش. انا اكتر طعم حبيته الساور كريم والاعشاب، ويليه الليمون والكمون. ده كان تقييمنا النهارده لشيبسي سول. اشوفكم في تقييم تاني. باي باي. باي باي.